أنا كان في مدرس أمريكي يدرسني إنجليزي في الرياض، فسألته عن قصة إسلامه، فقلت له أنت أسلمت هنا في السعودية ولا أسلمت في أمريكا؟ قال لا أنا أسلمت في أمريكا وبعدين جئت أسلمت وبعدين دعوت أمي للإسلام وأسلمت. ثم قال لي، قال يا شيخ كان نذهب ونصلي في مسجد في لوس أنجلوس، مسجد الملك فهد تشرف عليه السفارة، مسجد كبير وفيه خطابة وفيه، يقول فكانت أمي تذهب وتصلي فيه، فكان هناك امرأة أمريكية تأتي ولابسة لبس عادي يعني ما هو بلبس ساتر، وتدخل في صلاة المغرب أو العشاء وتصف معهم وتسوي زيهم وتلتفت كذا وتقلدهم وتلتفت وهي تركع وهي تسجد، واضح أنها ما تعرف تصلي. يقول فرأتها أمي يوما، قالت يمكن هذه حديثة الدخول في الإسلام ولا تعرف تصلي، وسكتت. ثم رأتها بعد أسبوعين، رأتها بعد 3 أسابيع، تأتي في الأسبوع مرة مرتين. يقول فأمسكتها أمي يوما وسألتها، قالت أنت مسلمة؟ قالت لا أنا لست مسلمة. قالت طيب وش يجيبك أجل مدام لست مسلمة، ما الذي يأتي بك إلى المسجد؟ تريدين تسلمين علمك الإسلام؟ قالت لا ما أبغى الإسلام. قال طيب ما الذي جاء بك إذن؟ فقالت أنا أشعر بأنواع من ضيقة الصدر والاكتئاب، فجربت حبوب نفسية وكذا ما شعرت فائدة، فقالوا لي جربي الأديان. فذهبت وصليت كم مرة في الكنيسة، يشغل شوية موسيقى ويقرأ علينا ونهز، ما حسيت بأي شعور داخلي أني تحسن الاكتئاب اللي عندي. قالوا لي اذهبي إلى معابد البوذيين، اذهبي. تقول فأخذت لف عليهم كلهم ما بقي إلا المسلمين. تقول فجئت وأصبحت أقف معكم هنا في الليل، لأن الظهر والعصر ما في قراية، فيمكن جت الظهر والعصر ما عجبها الوضع. تقول فأجي معكم في الليل وأحضر القداس، القداس يعني الصلاة. تقول ويعجبني غناء القسيس، القسيس هذا اللي يصلي بكم يعجبني غناءه. يقول فقالت لها أمي هذا مو بقسيس، هذا إمام، والذي يقرأه ليس كلاما من عنده يؤلفه وله بأغنية، هذا كلام الله جل وعلا، وأنت تستطيعين أن تقرأيه بنفسك وتستطيعين أن تستمعي إليه، شغلي الكمبيوتر واكتبي كذا وكذا ويطلع لك قرآن بأصوات حسنة استمعي إليه، لكن أنت ماذا تشعرين به؟ قالت أنا لما آتي وأعمل مثلكم وأستمع هذا الكلام يزول كل الضيق اللي عندي، وأروح وأبقى فرحانة لمدة 3 أيام 4 أيام ثم يعود إلي، فأرجع عندكم أخذ الإبرة الثانية، يعني أخذ صلاة ثانية، ثم أخرج وأجلس 2-3 أيام إذا زال أرجع عندكم مرة ثانية. يقول فشرحت لها أمي الإسلام، ما أدري عادي أسلمت ولا ما أسلمت، لكن كان يقول أنها غير مسلمة ومع ذلك ترتاح لهذه الصلاة.